بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. موضوعنا النهارده موضوع شائك، موضوع العائدون من ليبيا. اقل وصف لحالتهم انهم كانوا مثل المستجير من النار بالرمضاء، هربوا من الفقر في بلدهم، يتلمسون اي مورد للرزق حتى لو كان شحيحا ليجدوا مصيرا اكثر ظلاما من الذي كانوا يعيشون فيه، ليفروا من جديد لكن الى بلدهم هذه المره. إنها مأساة. 420 ألف مصري هو تقدير وزارة القوى العاملة للعمالة المصرية العائدة من ليبيا بعد اندلاع الثورة في ليبيا في فبراير 2011. النهاردة بوضوح هنفتح ملف العائدون من ليبيا، هنستمع إلى آهات وألام المصريون البسطاء اللي كان حلمهم توفير أبسط موارد العيشة الأدمية لأسرهم في مصر، ولم يكن يخطر ببالهم إن الموت والرصاص والتشريد هيكون مصيرهم. هنستضيف معانا في حلقة النهاردة أصحاب المشكلة وأهالي عدد من العمال المصريين الذين فقدوا زويهم في ليبيا، وأيضا هيكون معانا أحد المسؤولين للرد والاستفسار منه عن دور الدولة في إعادة الحقوق لأصحابها. قبل ما نبدأ حواراتنا خلونا نشوف التقرير عن قضية العائدون من ليبيا، وبعدين نرجع نرحب بضيوفنا ونبدأ حوارنا. اعتادت أعداد كبيرة من الشباب على السفر للعمل في ليبيا، وخصوصا قطاع كبير من أصحاب المؤهلات المتوسطة والحرفيين، وأصبحت العاصمة الليبية طرابلس قبلة آلاف المواطنين سنويا بحثا عن فرصة عمل. وهناك استقر آلاف المصريين وانتظموا في أعمالهم وفتحوا بيوتا سواء في ليبيا أو في مسقط رأسهم بوطنهم مصر. ومع شرارة الثورة الليبية في فبراير عام 2011 بدأ تضييق الخناق على العمالة المصرية في ليبيا، وخصوصا أن البعض اعتبر أن الثورة المصرية كانت سببا في حالة عدم الاستقرار بليبيا. وأصبحت العمالة المصرية في ليبيا هدفا لميليشيات مسلحة ولبطش السلطات، فاضطر آلاف المصريين لترك أموالهم وممتلكاتهم وأعمالهم والهروب من ليبيا بعدما ذاقوا المرار وكأنهم أسرى حروب، وعادوا إلى مصر خالين الوفاض على أمل أن تتدخل الحكومة المصرية لاستعادة حقوقهم المنهوبة في ليبيا. وبدأت كافة مؤسسات الدولة تتعامل مع قضيتهم باسم العائدون من ليبيا. وما زلنا مع هذا الملف الشائك والخطير اللي بيخص العمالة المصرية العائدة من ليبيا بعد ما تعرضوا لي من مآسي شديدة جدا. يعني يمكن معايا دلوقتي حالتين، معايا الأخ عنتر ناشد، أهلا بيك. الأستاذ لطيف بولس، أهلا بيك. ومعايا أيضا المستشار صلاح عطيان مدير الاستخدام الخارجي وزارة القوى العاملة. أهلا سيادة المستشار. أهلا دكتور. خلوني أبدأ الأول. الأستاذ لطيف بولس، أستاذ لطيف حضرتك عامل مصري مسيحي الديانة، عمرك 36 سنة، من نجع مخيمر مركز المراغة محافظة سوهاج. تعرضت في شهر فبراير الماضي للتعذيب على إيد جماعة أنصار الشريعة، مظبوط؟ احكي لنا حكايتك إيه؟ مسكوني، كنت رايح الواحد اخذ لي عنده فلوس اقابله. انت بقالك كم سنه لطيف هناك في ليبيا؟ كنت يعني من 2000، يعني 14 سنه. بتشتغل ايه هناك؟ والله في الاول قعدت فتره عماله، وبعد كده قعدت اشتغل في المباني. في المباني؟ شغال بنا يعني. لوحدك ولا معاك اولادك؟ لا، معايا اخواتي. معاك اخواتك هناك. ايه اللي خلاك تسيب مصر وتسافر ليبيا؟ والله ما فيش مصدر رزق في مصر. كان في شغل؟ ما فيش شغل، ما فيش حاجه. وبعدين سافرنا وتعرضنا لل. قعدت شغال كم سنه في امان؟ الامان كان ايام معمر الله يرحمه ويسامحه. بعد معمر ما فيش امان. يعني بعد معمر يعني ما فيش امان، حتى اللي يطلع ساعه واحده ما. طيب احكي لي تجربتك انت، ايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل معايا انا كان لي فلوس عند واحد، رايح له مكان، اتصلت بيه وحاطط التليفون، جربت اوصل
المكان بتاعه، حاط التليفون كده واتصل. جنسيته ايه الاخ اللي انت ليك فلوس عنه؟ مصري. مصري شغال معانا، راجل كويس هو. اتصلت بيه قال لي خلاص انت قربت توصل المكان، ولقيت دول طالعين من الشارع يطلع 15 واحد. ايه الحكايه؟ اركب. شافوا ايدي عملوا كده قال لي اركب السياره. قلت له ماني كده ليه؟ عشان نشوف اذا كان الصليب. ركبت معاهم. دول جنسيتهم ايه اللي طلعوا لك دولت؟ ما رضيتش اركب معاهم في الاول. لا جنسيتهم ايه؟ ما دول انصار الشريعه. يعني جنسيتهم ايه؟ جنسيتهم ليبيين. طلعت الجواز وفيه الاقامه، قال احنا ما يهمنا جوازك ولا اقامتك، دول قدامك نشرطوهم. قالوا يهمنا ليه؟ قالوا لي الاقامه والجواز نشرطوهم لك قدامك. نقطعهم لك. نقطعهم. ف يعني بعد كده قلت لهم، قعدت اتحايلهم، طلع الفلوس وطلع التليفون، قلت لهم سيبوا التليفون على اساس اتصل بواحد حتى يجيني يشوفني فين. وقلت لهم طب فين المكان اللي تودونا فيه؟ برضه ما ردوش. رحنا هناك قعدوا يعذبوا فينا، يكبوا علينا ميه ويكبوا علينا ميه مسقعه ويضربونا في الشبابيك بتاعتهم كده، طلع ايدك من الشباك ويضربوك على اليد اللي فيها الصليب بالسيف، بالبطن بتاعت السيف كده مش ب يضربوك مره واثنين وثلاثه، ويقول لك لا دي انا ما سمعتهاش الا، طلع ايدك ثاني ويضربك ثاني، يكبوا ميه، يتفلوا الناس وحاجات كثيره. وجابوا صوره البابا شنوده وقالوا لي لازم تدوس عليها. قلت لهم لا. برضه جاب السلاح وعباها حط فيه كم طلقه وقال لي ما كنتش راح تقول يا شنوده يا حقير راح نفضي فيك الخزنه. قلت له لا مش هقول، حتى لو فضيتها وعبيتها ثاني مش راح اقول الكلام ده، ما اقدرش اقوله. قال لي لازم تقوله. قلت له لا مش هقوله. وحلقولنا شعرنا، طلع اول يوم حلقولنا شعرنا فيه، قالوا عشان لازم عشان انتوا كفار لازم نحرق لكم شعركم. وقعدوا التعذيب. كنت بعد ما خدوني ثاني يوم برضه طلعوني، طلع الساعه 3 في الليل، قالوا انت كنت رايح لابونا بولا وكنت رايح تعمل ايه؟ قلت لهم انا كنت رايح لابونا بولا، انا كنت رايح اشوف ليه فلوس عند واحد اتصلت بيه والراجل عايزين توصلوا معايا ليه نوصله. قال لي لا، قال انت كنت رايح لابونا بولا وانت كنت رايح الكنيسه، وايه الاجرام ان انا رايح الكنيسه؟ افترض ان انا رايح الكنيسه، ايه الاجرام؟ ايه المشكله ان انا رايح اصلي في الكنيسه؟ قال لي لا انت كنت رايح الكنيسه وكنت مش عارف فين. اخر يوم ده كمان جابونا وقعدوا اقول لي علاقتك بابونا بولا؟ قلت له راجل دين زيه زي الشيخ. قلت راجل دين زيه زي الشيخ، ضربني بكفين ما خلاني ما شفتش من عينيه ثاني. الواحد كف ايده كد كده. وقاعد الاب بولا هو اللي ماسك الكنيسه هناك. هو اللي ماسك الكنيسه. كان متعرض للتعذيب، كان محبوس مع رجله جاب الدم وفرشوا له جوه. وبعدين كان محبوس مع ابونا بولا والاخ ملاك برضه من المنيا. واخر يوم ده اخر يوم جاء قالوا احنا عايزينك تشاهد والا راح نذبحوك. قلت لهم مش هقدر. قالوا يا عبد الله احنا عايزينك تريحنا عشان ريحوك. قلت لهم انتوا على كده هتتعبوا نفسكم وتتعبونا انا، الكلام اللي هتقولوا فيه مش راح حتى ان قعدنا اسبوع تاني مش راح يتم، حتى لو قعدت اسبوع تعذبوا فيه مش راح الكلام ده ما اقدرش اعمله. قلت لهم حتى لو قطعتوني بالجرام ما اقدرش اقول حاجه زي ده، لانه زي ما انت قلت لهم زي ما انت مقتنع بدينك انا مقتنع بديني، دي حاجه غاليه علي وحيفتخر بيها زي ما انت هتفتخر بدينك. وبعدين؟ وبعدين قالوا يا عبد الله طالما انت ما فيش فايده فيك طبعا احنا راح نطلعوك ونذبح، مش هنذبحوك هنا عشان ما تنجسش المكان، نطلعوك برا ونذبحوك برا عشان ما تنجسش المكان. فطلعوني برا ويطلع 15 واحد جايبين عدة جزارة كاملة، يعني تشوفهم تقول مسكين معمر القذافي راح يذبحوا، يا حد ما مسكوا معمر ما عملوش زي ده. لبسوني طاقية سودة في اليوم الرابع ده، أنا طالع من السجن عشان ما أشوفش أي حاجة، وأنا ماشي بالبيدات يضربوا فيا، وأقع وأقوم تاني ويضربوا فيا تاني، ويعني يعني ما يقول لك احنا انصار الشريعه واحنا حاطين فلو يقولوا دماغه هنا هو بيقوم مسكين. ضربوني هنا بالحديد انا طالع من السجن، وبعد ما ودماغي تجيب دم
ومفتاح العربيه ومفتاح العربيه واخو دخل فيه دخلها في راسي. يقول لي ما يقول لي ما حتى لو موتناكم كلكم ما فيش ما تهموناش. دي كان يتضارع التلفزيون ده حكيت له كانوا مشوهينه ويتضارع التلفزيون. المهم جابونا وراوا فرشوا وفرشوا الارض ورقوا نومونا عليها وقالوا احنا هنذبحوك يا عبد الله ما تبعتناش. قلت لهم ذبحونا من الكلام اللي هتقولوا فيه مش هتتم منه حاجه لان انا زي ما انتم مقتنعين بدينكم انا مقتنع بديني. فقعدوا كلهم الله اكبر الله اكبر والصوت يسمعوا على حتى اللي على بعد 500 متر ولا ولا 1000 متر. سوف نذبحك من الاذن الى الاذن. قال لي سوف نذبحك من الاذن الى الاذن لكي نتقرب بك الى الله لانه ذبحك انت راح احنا نخش بك الجنه. وقعدوا احنا طالعين هم طالعين بينا جديد قعدوا يقولوا الله اكبر ويعملوا كده حتى الناس اللي في الشارع تعمل بصوابعها كده يعني قال انتصرتوا. الناس اللي في الشارع الناس اللي واقفه في الشارع وهم يعملوا كده الاشاره. وبعدين؟ وبعدين اليوم الرابع جات الناس وطلعتني. طب ايه اللي انقذك من الذبح يعني بعد ما حطوا الجرايد على الارض وخلاص وقعدوا يتخانقوا مين اللي يذبحك ايه اللي حصل؟ والله يا ربنا ربنا هو اللي انقذني. لكن هم قلوبهم كلها يعني نفس الفصيله كلهم زي بعض. لا هو مفيش مفيش شرطه مفيش امن مفيش شرطه. انا اول يوم قلت لبتاع قلت لواحد من العساكر قلت له انا معايا 400 جنيه ليبي قلت له طلعني من المكان ده وخد 400 جنيه ليبي وعايز فلوس ثاني اطلع من المكان ده والفلوس اللي عايزها اديها لك بس طلعني من المكان ده. قال لي لو طلعت من المكان ده انت راح تضر جماعتك وراح تضرني. قلت له خلاص ولما في ضروره لجماعتي وليك انت مش حقعد معهم واللي يصير علي يصير علي. ومشروك في الاخر ازاي بقى يعني بعد ما والله يا ربنا هو اللي يعني لانه في اختلفوا على ايه بقى عشان كده خلوك تمشي؟ لا في ناس وصيت بعتنيها احلى ووصلت لما تعرف كانت الناس تيجي كل يوم الناس تيجي كل يوم لكن هم كانوا يقولوا مفيش حد مفيش حد متابعين برضه نبعت له ناس بس نسمعه بس معلش. جيت ناس كثيرة حتى الرجل اللي عمل عنده الإقامة جاني ولكن هم ربنا هو اللي وسابوك. طيب بعد كده عملت انت ايه؟ عملت ايه معاهم يعني؟ رجعت مصر؟ رجعت مصر. رجعت على طول؟ رجعت على طول يمكن بعدها ب 15 يوم كده. بعدها رجعت ليبيا تاني؟ بعدها رجعت ليبيا تاني. طب ليه؟ ما لقيتش حاجة في مصر أقعد عليها. رغم من اللي أنت تعرضت له هناك؟ رغم من اللي أنا تعرضت له يعني احنا طالعين من هنا هاربين من الفقر. لكن رحنا لقينا الفقر مستنينا في ليبيا. الفقر اللي احنا شفناه في ليبيا ده هو الفقر اللي ما يعني انت تعرضت الى محاوله قتلك وتعرضت لحاجه يعني الحقيقه اي انسان يتعرض ليها يعني شيء صعب جدا. ايه اللي يخليك بعد ده تفكر تاني تروح تاني؟ والله اكل العيش. وايه اللي رجعك تاني؟ هو اكل العيش. الفتره اللي فاتت دي كلها 14 سنه ما عملتش فلوس هناك؟ عملت والله الحمد لله بس هو يعني البحر يحب زيادة؟ البحر يحب زيادة. ورجعت بقى تاني امتى؟ آخر مرة؟ آخر مرة رجعت مع الجسامين اللي جو دول من كنت معاهم في ليبيا بعد ما قتل بقى الأقباط اللي تقتلوا هناك من غزة رجعت. ما أخوه منهم؟ أخويا منهم. أخوك منهم؟ هم ليه غدوة وناس أخوك تقتل هناك؟ أخويا أنا وهو. ما هو ده اتعذب السنة اللي فاتت غدوة في غزة. طيب استاذ عنتر عايز اسمع منك برضو ايه اللي حصل معاك. حضرتك عندك 49 سنه محافظه سوهاج وانت رجعت بعد ماساه. احكي لنا بقى الماساه اللي تعرضت لها هناك ايه. والله الماساه احنا انا كنت لسه رايح لي 3 شهور الدرده طبعا وشغالين ومبسوطين. بقى لك كم سنه حضرتك كنت قاعد هناك في اللي 23 سنه عام شوهاج 23 سنه في من 91 اه وطبعا شغال والحمد لله. شغال ايه حضرتك؟ أنا في البداية كنت عامله وبعدين بنا وبعدين جبت لوح ومقاول ونجار دلوقتي وكنت واخذ الشغل الحمد لله يعني شغل كتير وليا الناس اللي اشتغل عنده شغلانة مش عايز يسيبني إلا أجمع لي حتى أقاربه وأصحابه وعلى طول الشغل مستمر معي الحمد لله. لا أقعد على طريق ولا ساحة ولا حاجة من ده وبعدين شغال ومبسوط وحتى الناس اللي شغل عندهم يوصلون السكن ويجوا الصبح ياخذونا على الشغل يوميا. نقول لا تتعب نفسك تستنى مواصلات على الطريق في الشباب التعبان بتاعنا اللي موجود حاليا اللي نخلوك تستنى مواصلات في الصبح احنا نيجي ناخذوك من السكن واخذ النهار بعد ما تخلص شغل نوصلوك في السكن. انت بتتكلم على فكره شويه يعني لهجتك بقت ليبي اكثر من انها مصري من كتر يبدو اثرت على العقاب.
23 سنة مستمر على طول. طيب وضح لي بقى كلام. المهم طبعا مبسوطين ومية مية، وجينا في يوم ثلاث شهور، وجينا في يوم أحد جايين متعشين وطبخين لحمة ورايقين، وجينا من الشغل وكل حاجة والعيال استحم ورايقين. انت ولدك هناك معاك؟ كان ابني معاي وابن اخويا وحمدي، وحمد اخوي، وده كان معايا وكنا ثمانية مع بعض. ولد خالي اثنين لما. وبعدين؟ المهم طبعا ومع الساعة 11 لثلث كده هو طبعا وضع غريب، بصينا لقينا ثلاثة طالعين ملسمين، منهم واحد ملسم اسود خالص يلا عليه باينة بس، والمهم واثنين التانيين معاها اللي معاها ملسمين كده هو جامدين، وفي واحد قصير شويه كده ده ملسم اسود بالكامل ومسك بتاع زي خنجر كده عريض ابيض. اول حاجه قابلنا انا طبعا، اول ما قابلني قال لي وين النصارى اللي هنا؟ الاول عمل لي كده بالسنك اللي معاه ده هو، ما لقيه صليب، قال لي طب وين النصارى اللي هنا؟ دلنا على النصارى اللي هنا. طبعا انا الشكل اللي قدامي ما انت ما قلتلوش انك انت مسيحي؟ لا هو له قال لي هو، بس لما عمل كده هو ما لقيش صليب قال لي احسن لك، مسكني من ايدي وقال لي احسن لك دلنا على النصارى اللي هنا وين وين. وفي واحد اسمه ويليام يقولوا له ويليام وينه؟ انا عارف ويليام بس ما رضيتش اقول له، قلت له ما اعرفش حد بالاسم ده. قال لي طب دلنا على النصارى اللي في الحوش ده، قلت له الحوش ده ما اعتقدش انه في نصارى. قعدت اتكلم انا وهو، قال لي انت مش داق صليب على ايدك؟ لا مش داق. طبعا قعدت اتكلم معاه نتناقشنا، وريني النصارى ما ورينيش، الله يجي صاحب السكن اللي احنا ساكنين عنده اسمه السنوسي سليمان. اول ما جاء على طول قال لي اشتب، قال عايزين ايه من رايده، يعني هم يقولوا اشتب هنا، قال لهم عايزين ايه من رايده؟ اشتبغي يعني عايز ايه؟ ايوه. قال احنا عايزين النصارى اللي هنا. قال لهم الراجل انا ما عنديش نصارى، يعني حتى هو صاحب السكن نفسه انكر، لانه الاشكال اللي انت اللي قدامك ما تطمنش، المناظر اللي هم جايين بيها ما تطمنش. لابسين اسود بقى وعينيهم ملسمين، ما فيش غير عينيهم باينه وسلاح ثقيل مسكين وخناجر ومنظر ما يطمنش، وعربيتين جايين قزاز عاكس، عربيتين سود وقزاز عاكس، من برا ما يشوفش من جوا، وحاجه ما تطمن. المهم انا قلت له ما اعتقدش انه السكن كله فيه مسيحيين، ما فيش. قال لي احسن لك دلنا. المهم جه صاحب السكن اسمه السنوسي قال لهم انا اللي عندي كلهم اسلام وعندهم اقامات، وما اول ما شا سكن ما عنديش نصارى ساكنه. المهم خلصوا الاول طلعوا فوق خالص، يعني نصيب اللي ماتوا دول هم في اول سقف طلعوا. المهم بعد ما قلنا لهم ما فيش، طلعوا من السقف الرابع والثالث ونزلوا على الدور الاول. طبعا المحلات فيه الدور الاول محلات تحت اول سقف زي كده، دخلوا على اوضه كده هو، في يا جماعه مسلمين ساكنين، اقول لهم في نصارى هنا؟ بعد ما خلصوا كانوا ماشيين مروحين، قاموا الجماعه طبعا ما يعرفوش حاجه، مساكين مش هيعرفوا انه هتوصل القتل ولا يشيلوهم يقتلوه. قال لي الاوضه اللي جنبنا دي فيها مسيحيين، دخلوا عليهم. طبعا كان فيها طلع الصديق بباوي، وكان فيها هاني جرجس حبيب وندهي جرجس حبيب، خدوهم. فطبعا لما قبل ما ياخدوهم قعدوا يفضوا في شنطهم عشان ياخذوا الفلوس، وقلبوا في المراتب والمخدات. طبعا خدوا فلوسهم وتخبط جامد ومش عارف ايه. قام اخوي انا ادوار ساكن في الاوضه اللي جنبيهم بالضبط، فطلع يعمل كده، كان نعسان، طلع يعمل كده في وشه مش عارف ايه وهيبص كده هو. قال له تعال انت مسيحي؟ قال لهم اي. جه وبا واحد وقف عليهم، لما مسكوا الثلاثه دول وطلعوهم وجوا داخلين مطلعين لاخوك اخويا ده خدوه. ايوه طبعا خدوا هو من الاوضه، هو وفوزي فتحي صديق وسامح رمني توفيق وايوب صبر توفيق. طبعا الثلاثه دول ولد خالي الثلاثه، وادوار اخويا، وهاني وندهي ولد خالت امي، يعني يعتبر وطلعت خالي، يعني كلهم يعتبر من بيتنا. فطبعا عيلتك كلها يعني. انا قبل ما يوصلوا عند، انا كنت انام مع ادوار في نفس الاوضه، بس طلعت حمام، طبعا لقيت الحمام اللي تحت مشغول، طلعت في الرابع فجوا عندي في الحمام، خبط علي طلعت لهم لقيت المنظر ده. المهم انا حبيت الحق طبعا، انا مسكت بعد ما شفتهم وسبتهم، سبت صاحب الحوش كلم فيهم، طلعت على اوضتنا قلت لاخواتي طفوا النور، حتى الولد الصغيرين يخشوا تحت السراير وغطوا نفسهم باي حاجه، اللي هو ابني وابن اخوي سمير، عيال صغيرين في السن، قلت لهم يغطوا نفسهم في اي حاجه. خليت العيال يغطوا نفسهم تحت السراير، وقعدت اتصل بادور عشان اقول له صار الشارع موجودين، اقفل بابك، اقفل الباب واطفي النور، وان حد خبط عليك ما تردش عليه. كانوا هم عندهم وهم اللي كلموني على التليفون. ما لقيتش اتصل بيهم، قالوا لي من انت؟
طبعا انا قلت لهم انا عنت ومسيح وساكن فوقيكم، طبعا هيجوا يشيلوا الكل. قفلت التليفون؟ قفلت التليفون من اول ما قال لي من انت في الصوت الليبي، قلت بس الحكايه تمت. واحنا طبعا مش واصله معانا انه للموت، ده احنا واصله معانا انه ياخذوهم يعذبوهم زي السنه اللي فاتت. واصله انه برضه ياخذوا فلوس. واصله انه يعذبوهم زي السنه اللي فاتت ويطلقوهم او نبعث حد وسايط يجيبهم، زي ما لينا ناس كثيره هناك والناس هتيجي طالبانا بالاسم، وعلى كده لينا فلوس، في ناس اللي شايلين عندها فلوس اتصلوا بينا وقالوا لنا فلوسكم موجوده في الحصن والصون بس خايفين لنا نبعثها لكم عن طريق البنك، البنوك مش مرتاحه والدوله مش مظبوطه، خايفين فلوسكم تضيع، هم اللي اتصلوا بينا مش احنا اللي اتصلنا بيهم. ويعني فيه ليبيين كثيرة ما عجبهاش الوضع خالص خالص، وكانت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ودي قالوا لي ما صارتش في ليبيا في حياتها في ولا في العالم كله صارت، ودي هي حتى احنا مهاجمين منهم واحنا تعبين منهم يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين طبعا خدوهم، اكلم صاحب الليل السكن اللي بالليل فقال لي عنت، وقلت له مالك؟ طبعا هربنا من السكن، احنا دول طلعوا على طول في نفس الدقيقة اللي طلعوا منها جماعتنا، الباقيين باقي ال 35 نفر من السكن كنا طلعنا. صاحب الحوش قال لي عنت تمشي تمشوا من السكن ده، قلت له احنا مشينا، قال لي لانه هم اتصلوا خدوهم بقى خلاص خدوهم ودوهم على فين؟ اي ودوهم بعد بنغازي ب 50 كيلو في حته اسمها جاروسه تبع مركز جيمينس. طبعا هو بعد ما قعد يضربوا في الوضع كان معهم ادوارد اخوك صح؟ ادوارد اخوي وطلعت وهاني وندهي وادوارد وسامح وفوزي وايوب. عملوا فيهم ايه بقى؟ المهم طبعا بعد ما خدوهم بعد 50 كيلو، الله لا يقدر عليك باللي عملوا فيهم ولا يقدر حتى على العدو، ضربات للنص راسه رايح واللي نص وشه كده مجور، وضربات طعنات بالسكينه وتعذيبات اللي كله ده خدوهم من الساعه 11 للثلث في الليل، تعذيبات الدكتور الطبيب الشرعي قال ما موتهمش، تعذيبات لحد الصبح موتهم 6 الصبح. موتهم ازاي؟ ولا خلينا نطلع فاصل نرجع تاني ما نطلع لفاصل نرجع تاني نكمل حوارنا مع ضيوفنا حول أزمة العائدون من ليبيا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في بوضوح، ما زلنا مع هذا الملف الشائك العائدون من ليبيا، وكان الأستاذ عنتر ناشد بتحكي لنا قبل الفاصل ازاي خدوهم وقتلوهم الساعة 6 الصبح، وانت رجعت سبت كل حاجتك وحقائبك وفلوسك ورجعت هربان، عايز اعرف يعني قتلوهم ازاي؟ قتلوهم طبعا سيادتك هم هياخدوا في الفلوس، من ضمن نشأة والطلع صديق اللي ابوه توفى قلت لي معاهم، ده هو الواد ماسك فلوس هيديها لصاحب السكن، قام قال له لا هات الفلوس دي عشان احنا هنرحلهم بيها. طب يا ريت رحلت يا ريت طلبت فلوس كنا صرفنا من الليبيين حتى شحتنا. يعني هل لو كانوا خدوا فلوس كانوا هيسيبوهم؟ لا مش موضوع فلوس. طب ما هم خدوا فلوسهم. طب ما هم خدوا فلوسهم وقلبوا مراتبهم وخدوا فلوس. ده من ضمن حتى قمت تعرف ان هم ناويين عليهم، في عيل لسه ايوب صبر توفيق ده مواليد 99، عيل ساعتها عنده 14 سنه، قاعد يضربوا فيه لما زنقوه في القتل هم وماشيين بيه، قام فين باقي المسيحيين اللي في نفس الحوش؟ قال لهم في الدور اللي فوق واللي فوق منه. على نحن لما الزنق ده ولد خالد كنتوا هربتوا؟ كنا احنا هربنا من السكن، فاتصل بيه صاحب الحوش طبعا راجل معرفة، حتى السكن اللي احنا ساكنين فيه احنا اللي بنينه وبنين له مبنى ثاني بالكامل. فاتصل بيه قال لي انت طلعتوا من الحوش؟ قلت له، قال لي احسن لانه معودين لكم ثاني. قلت له ازاي؟ قال لي زنقوا العيل الصغير اللي اسمه ايوب وقعدوا يضربوا فيه، فقال لهم فيه بقينه في الدور الثالث والرابع، قاعد لسه ما جبتوش الكل. قال لي احسن اللي هربتوا واحسن لكم كل يوم تسكنوا في مكان لما تاخذوا لما تشوفوا موضوعكم. قلت له ماشي. المهم ثاني يوم طبعا احنا بعد الحكايه دي بعد ما خدوا ومشوا بعتنا واحد اسمه جمال على كل المنافذ الحكوميه يقول لي مش لاقيهم، معود نبعت اي واحد تليفوني طبعا كانوا خدوكم تحطوا في الشحن اللي اتصلت على دوا ربيها اخويا. وما حضرتك عرفت ازاي انهم اتقتلوا بعد كده؟ من اللي جايك يا سيادة. طبعا احنا في الوقت ده فيه فلوس كانت معانا ما حصلوهاش مننا، فحطيناها في كيس لصاحب الحوش ووديناها. وروحوا الثاني يوم بصراحه انا قلت حصل شك عندي، قلت لحسن صاحب الحوش ضميره ينبه ويلعب في الفلوس دي، فطبعا هو مستحيل يعملها بس اهو يعني مجرد شك حتى يشوفنا على التلفزيون يزعل مني من الكلام ده لانه راجل ما يستاهلش الحق.
فقلت اروح اشوف فلوسي عنده. رحت الراجل لقيته قال لي تفضل ادي فلوسكم، ما هي وفلوس حسني اخو المتوفين هنا ونادي، وادي الفلوس نشط طلعت اللي باقي لكم غير اللي خدوهم. قلت له ماشي، احنا ماسكين الفلوس. فجت رساله للسلوسه، بس ما كانش في بقى بوليس امن ممكن تتبلغهم على اللي حصل لكم في الفتره دي؟ ما خدوا جوالنا في مركز جيمينس، عملوا محضر. ولا الامن هناك ملوش كلمه عليهم ولا ايه؟ ده الامن اللي هناك عملوا لنا محضر في مركز جيمينس. قام الضابط اللي واخدنا من المركز عشان رجعنا ليهم تاني للمستشفى قلع الستر عشان ما يبقاش عليه الدبابين. هو نفسه، هو نفسه خايف. خايف اقول له تقلع عليه. قال لي قلع الديه، ما قلعتش ديها هضيع معاكم، انتوا تضيعوا وانا هضيع. طيب بعد ما عرفت ان هم يعني تم قتلهم جميعا فكرت امتى ترجع؟ طبعا تاني يوم قعدنا احنا نبعت ناس، بعتنا واحد اسمه عادل قال لي لا قاعدين في بوابه القرشه ولا قاعدين في قنفوده ولا قاعدين في اي مكان. انا طبعا في ناس ما صدقهاش ابعت بعديهم تاني. بعت واحد اسمه عادل وواحد اسمه الحاج فرج وواحد اسمه ايوب لبين يحلفوا لي يتصلوا بي يقولوا والله جماعتكم موجودين. مع الساعه 11 بالضبط ثاني يوم الاثنين اتصل بينا واحد قال في سبعه مقتولين في حته اسمها قنفوده، على الله على الله ما يكونوش جماعتكم. أنا آسف اللي أقول لكم بس على الله ما يكونوش جماعتكم. جثث بقى. جثث في قنفود. المهم قلت لما سبعة مقتولين في قنفودة هم سبعة اللي غايبين مننا. المهم طلعنا على مستشفى جلاء قالوا لنا مش موجودين، طلعوا على مستشفى 1200. طلعنا على مستشفى 1200 لقونا اللي بين قالوا تعالوا تعرفوا عليهم شوفوا هم ولا. رحنا لقيناهم بس حاجات الله لا يوريها العدو ولا صاحب ولا حد يشوف. إيه في تمثيل بالجثث طبعا. تمثيل وضرب واللي نقص نص راسه واللي نقص نص وش ومش عايز اقول حتى عشان البلد في التلفزيون. لانه لحد الان كانه لحد الان جنازاتهم في البيت في كل يوم شغال والله كل يوم اماتهم وحريمهم لحد الان ما بطلت بكي والله ولا اللحم دقوه ولا اقول بعد سنتين اللحم يندقوه لانه ما حياه مش سهله لانه سبع جثث. ورجعت انت بعد مصر؟ ما جبتهم وجيت. هل بتفكر ترجع ليبيا تاني؟ بصراحة لو مسكت حكومة اي ارجع، بس لو مسكت حكومة امينة وحكومة عندها ضمير مش زي مش رغم كل اللي انت شفته ده. ما طب اكل العيش هنعمل ايه طيب؟ بس مش في الوقت الحالي. لو ليبيا مسكتها يد امنة ويد كويسة زي السيسي زي الفرق المشير السيسي زي رئيس اللي ماسك مصر حاليا كانت وماش، انما هم يعتبر ما فيش حكومه خالص خالص حاليا وهم حاليا شغالين في بعض الضرب. سياده المستشار عايز اعرف الوزاره اولا هل في احصائيه بالمتضررين من العماله المصريه اللي رجعت من ليبيا بعد هذه الاوضاع؟ بالضبط الحقيقه فيه عملنا حصر يوم وفتحنا باب التسجيل وما زال مفتوح لو في حد عنده مستندات جديده. الحقيقه عندها في 170 الف تم تسجيلهم على قاعدة البيانات، ده بخلاف في الأحداث الأولى فيها بخلاف السبعة دول في 170 متوفي اللي تم حصرهم في الأحداث الأولى أثناء الثورة، وفي 170 ألف تركوا أملاكهم وأمتعتهم وفلوسهم وأشغالهم وبيوتهم ورحلوا طبعا قسرا من خوف الأحداث اللي جرت في ليبيا. ناهيك عن كم من الناس اللي ما جاتش ولا قدمت ولا اشتكت. طبعا اللي بيرويه الاخ عنتر وابننا الثاني شيء طبعا يدمر القلب، لطيف لطيف، لكن الحقيقه دكتور عمرو انت تعرف ان الانفلات الامني ما بيبقاش عليه محاذير ولا ضابط ولا رابط، هو عالم من عالم الغاب، يمكن الغاب له قوانينه، ولكن بشر أنصار السنة والقاعدة وغيرهم ناس لهم دين غير الدين اللي احنا بنعرفه، له إسلامي وله مسيحي ولا أي نوع من أنواع الأديان، دينهم وملتهم فهمهم الخاطئ لكل شيء ويكرههم لكل جميل وحسن على وجه الأرض، وده كل الشعوب بتعاني منه بكل أديانها وكل أطيافها. بس عفوا يا سيادة المستشار، يعني يمكن انا لمست في هذه الحلقه ان في مشكله مع المصريين تحديدا، طبعا في مشكله مع الاقباط لكن في مشكله كمان مع المصريين بشكل عام. انا عايز تفسير من يعني انتم كوزاره قوى عامله عندكم تفسير ليه المصري بيهان في ليبيا بهذا الشكل وعشان كده اصدرتم قرار بمنع سفر المصريين الى هناك؟
الحقيقة هو مش متعمد ان المصري يهنن في ليبيا، وانا عاوز بس اوضح لحضرتك والاخواتي دولت ان عدد المصريين اللي كثرته، احنا كان عندنا 1.5 مليون 1,500,000 قبل الاحداث، وقد يزيد قليلا. اللي نزل منهم يا دكتور عمرو 400,000، يعني انت عندك 1,100,000 موجودين هناك. لكن الغالبيه العظمى 90% من الناس دي بيشتغل في المزارع خارج النطاق الساخنه وخارج المدن اللي فيها الاحداث الساخنه، فهم في مأمن. كمان المصريين عادتهم الكسر لما بيتعاملوا او بيحتكوا، فعدد الاحتكاك بيهم بيبقى اكتر، هم بيحتكوا بكل الجنسيات الموجوده. لكن عشان كتر عدد المصريين فبيبان ان هم تعمتهم على المصريين. وانا يعني احكي لحضرتك، احنا كوزاره مع العلم ان مفيش بعثه دبلوماسيه موجوده ومفيش مكاتب عماليه مفتوحه دلوقتي، لان احنا عندنا ناس من اقطاب الجاليه اللي شغالين ويمكن علاقتهم كويسه جدا، ورئيس الجمعيات الاهليه الليبي نفسه جابته معالي الوزيره الدكتوره ناهد، وعملنا معاه لقاء مطول هو والمجموعه اللي معاه، وعرفنا منه ازاي هو بيتعامل مع الملف ده، واحنا ادينا له التوصيات بتاع مش توصيات يعني تعليمات ان احنا الموضوع ده لابد يكون له وقفه، خاصه بعد ما جرى لاخواتنا واولادنا السبعه دولت اللي تم ذبحهم بطريقه ما فيهاش انسانيه ولا ادميه ولا فيها اي شيء من الرحمه. وبعده يوم 7/5 اللي فات معالي الوزيره جابت وزير العمل الليبي لقلب الوزاره ومعاه السفير الليبي، وقعدنا معاهم وتناقشنا معاهم في الاحداث دي كلها. طب في نقطه في هذا الاطار، الناس دي راجعين من غير يعني حتى ما خدش شنطه، ما خدش فلوس، سابوا كل حاجه ورجعوا. هل في تواصل مع الجانب الليبي للحصول على حقوق العماله المصريه؟ يعني هل في تواصل مع العماله وهل في تواصل مع العماله يعني هم بيفكروا تاني يرجعوا تاني بقى كده؟ هل في تواصل مع العماله اللي بتفكر تسافر تاني؟ بالظبط. احنا دلوقتي قلنا يعني مؤقتا، الوقف اللي بنتكلم فيه بنقول وقف مؤقت لحين استتباب الاوضاع او نجد ممر امن للدخول والخروج منه العماله بتاعتنا، ومع ذلك الناس بتسافر، ومع ذلك الناس بتسافر من ورانا، من ورا الحكومه المصريه. احنا لما اللي حصلت الاحداث خوفنا على اولادنا وخوفنا على علاقتنا كمان بليبيا، لان ليبيا امتداد طبيعي لمصر، وعلاقتنا بها علاقه مصير، ده شيء ما فيهوش شك مهما حصل من احداث فرديه هنا او هناك. لكن في الاخر حقوق اولادنا كبشر كإنسانين كمصريين يجب المحافظة عليها، وإحنا قائمين على هذا الأمر. عندنا أقطاب الجالية في مصراتة، في بني غازي، في طرابلس، في المناطق الريفية، في أجدابية، في المناطق دي بنتواصل معهم وبنعرف منهم حقوقهم. دي مين هيرجعها لهم؟ حقوقهم يسجلوا، الحكومة المصرية بترجعها لهم، وهي كفيلة بهذا الكلام. وإحنا عقدنا هو أنا حواري لمعاليك أدي المحضر اللي عملته الوزيرة مع المهندس محمد فيتوري السوالم بخصوص اوضاع المصريين، وبعتت لوزير الخارجيه الكتاب اهو قدام معاليك، بتقول له احنا عندنا 170,000 اخر فقره، 170 طلبت بسوره العمل على صرف التعويضات، 170,000 متضرر مصري بالاضافه الى 170 متوفيا في اثناء الثوره الليبيه نظرا لحاجه اسرهم لهذه التعويضات. وقد وعد السيد الوزير بعرض الموضوع على مجلس الوزراء. طب هل عرض؟ هل خد قرار؟ نعم تم العرض من معالي وزير العمل، تم العرض من معالي وزير العمل، وجاري التنفيذ، واحنا قائمين على هذا الموضوع ليل نهار في الوزاره، عاملين له غرفه عملت. وانا بناشد كل اولادنا حتى اللي ما سجلش ورجع ومعاه مستنداته ومعاه اوراقه ومعاه تاريخ خروجه ايا كان، يروح فين؟ اللي وزاره القوى العامله، مركز الحاسب الالف، وزاره القوى العامله، ويسجل اي حد يا جماعه راجع من ليبيا وساب مستحقاته وساب حقه هناك، يروح وزاره القوى العامله مركز الحاسب ويأيد مستنداته واوراقه وحالاته. واحنا قايمين القوى العامله دي تبقى فين سيادتك؟ في 3 شارع يوسف عباس مدينه نصر خلف الجهاز المركزي. احنا هننزل برضه 3 شارع يوسف عباس خلف الجهاز المركزي محاسبتها، خلف الجهاز المركزي محاسبتها، واحنا حاضرين. انا بشكركم. بعد الفاصل حالات اخرى العائدون من ليبيا برضو مروا بتجربة مريرة جدا بعد ما تعرضوا إلى أذى كبير جدا في ليبيا. معك فاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. اسمحوا لي أرحب ببعض الحالات اللي هنقدمها النهاردة من ضحايا ما حدث معهم بعد عودتهم وما تعرضوا له في ليبيا. معايا الأستاذ محمود شيبة. أستاذ محمود أهلا بحضرتك،
والأستاذ نور عمار. نبدأ بالأستاذ محمود. أستاذ محمود احكي لي اللي حصل. كنت معي محل أدوات منزلية بنغازي. حصل سطو على المحل. كان عندك محل أدوات منزلية بنغازي. سن حضرتك قد ايه؟ 37 سنة. بس حصل سطو على المحل. اتسرق المحل. تمام. وقعدت كده يومين ثلاثة بعد كده ونزلت هنا على القاهرة. مين بقى اللي سطو على المحل وسطو عليه ازاي وبقى لك كم سنة عايش فيه؟ طبعا بلد ما فيهاش حضرتك. انت بقى لك كم سنة هناك؟ انا حوالي 5 سنين. طبعا حضرتك بلد ما فيهاش منظومه. تمام. ما فيش امن. كل اللي حصل طبعا اي حد ممكن يخش على اي حد يعمل اي حاجه. طبعا قمه الماساه العماله المصريه برضه هناك. تمام. ف ده كل اللي حصل معايا يعني الفتره اللي انا اخذتها هناك. طب هو السؤال اللي بيطرح نفسه، انت اتسرقت ازاي هناك وتجارتك في ليبيا ورجعت؟ يعني حصل لك ايه بالظبط في ليبيا؟ حضرتك دخلوا عليا ملثمين. تمام. واطلقوا النار وانا جريت طبعا وسبت المحل، وعلى ما اعتقد ولعوا في المحل بعد كده. ولعوا في المحل. هل رجعت باي حاجه من ليبيا؟ يعني هل خدت معك اي اموال ليك موجوده متبقيه، اي حاجه يعني انقذت ما يمكن انقاذه؟ لا، هو جزء بسيط يعني مش حاجه كبيره يعني، بس طبعا الضحيه الاكبر كانت هناك. مين اللي انقذك؟ والله حضرتك يعني هو يعني ربنا فوق كل شيء. تمام. والمنفذ البري موقوف. تمام. فكنا بنيجي بحافلات، فبعد كده انا نزلت الطيران. يعني احكي لي رحله العوده لمصر، رجعت ازاي؟ رجعت الطيران. طيران. هل كان في مشاكل في رجوعك؟ لا الحمد لله، هنا يعني السلطات المصريه تمام، ما فيش اي مشكله في الرجوع يعني. طيب هل الأسلحة هناك منتشرة بشكل كبير في ليبيا؟ طبعا طبعا. بالنسبة للأسلحة فدي حاجة يعني من أبسط الأمور يعني، قنابل، صواريخ، حاجات أكبر من كده يعني. الشعب كله مسلح. طيب يعني بعد ما تم سرقتك أنت رجعت بعدها بقد إيه؟ حوالي 5 أيام. طيب الفترة اللي هي قبل كده بقى، اللي هي فترة من ساعة قيام الثورة في ليبيا في فبراير 2011 لغاية يوم ما اتسرقت في محلك في بنغازي، دي ما فكرتش ترجع؟ حضرتك ليه ما فكرتش ترجع مصر؟ لا، ما كانت هي يعتبر المشكله كلها يعني في بنغازي في الفتره البسيطه دي يعني ماكسيمم الاسبوع الاخير ده. اما قبل كده كانت الحياه ماشيه وكويسه وامور تمام يعني. انت كنت هناك لوحدك ولا معاك اسرتك؟ لا لوحدي. لوحدك؟ لوحدي. طيب استاذ نور برضو احب اسمع من حضرتك ايه بالظبط حكايتك بالظبط. اتفضل. انا والله ما عنديش حكايات يا باشا، انا ما عنديش حكايات على ليبيا، ما فيش امان، ما فيش استقرار. عرفني نفسك وعمرك. انا نور عمار. مفتاح. بتشتغل ايه وكان عندك مواليد 14/9/74. بشتغل كنت بالنسبه في ليبيا عندي طبعا حشان هناك بنقول على البيت تحوش. باجرهم يعني الناس سوريين او ناس مصريين. طبعا انا ما اكذبش عليك ما امنش ليبي اجر حوش. يعني انا لما بنيت حشين دول كلفوني حوالي 100,000 جنيه ليبي. بيدخلوا لي في الشهر 1000 جنيه ليبي. 1000 جنيه ليبي ده ب 5500 مصري، يعني فرق العمله. بالنسبه للانتاج انا في ليبيا برضه عندي عربيه ليبيه، عندي اولاد عمي انا بيسوقوها، بينزلوا مصريين للجمرك. الوقت المنفذ السلوم مقفول، السلطات المصريه قافلاه، ممنوع اي حفلات من قيمه 4 شهور كده، برضه ميكروباصات تخش ليبيا ممنوع اطلاقا يعني، الا عند بوابه امن الدوله. حتى الناس المصريين اللي بيجوا من ليبيا من غربة بينزلوا لغايه الجمرك، ومن الجمرك بياخذوهم في عربيات ولاد علي وبوصلوهم لغايه امن الدوله تحت. حتى العربيات بتاعتنا منعينها تخش عندي بوابه الجمرك تجيب المصري، مش هتخش من البوابه، هي مش هتخش الجمرك، المفروض توصل باب الجمرك تجيب الناس اللي جايه تعبانه من غربه، اللي جايه مسروق، واللي جاي مضروب، واللي جاي مقتول، واللي جاي ما معاش شيء، واللي جاي يعني ما معاش لبسه، المفروض تخش حتى عند بوابة. بس مين اللي مسيطر على الحدود، القوات الليبية ولا الميليشيات؟ لا، القوات الليبية. القوات الليبية. القوات الليبية مسيطرة على الحدود. وبعدين؟ لكن وبعدين يعني استقرار ليبيا، ما فيش استقرار يا باشا، ما فيش أمان، ما فيش حكومة، السلاح زي ما أنت بتقول كده متوفر، ممكن مع عيل صغير تلقى مع سلاح. عربية فيها 3-4 بنادق سلاح، ممكن لما اخذ واحد مصري يبقى راكب طالع عماله كده يشتغل عادي،
يراجعوه عيلين ليبيين كده على مدينة التاكسي زي عندنا هنا في مصر. طبعا هناك مفيش تكوس، هناك كلها عربيات ملاكي، بس هم شغالين ايه نظام تكوس، يعني ممكن مصر اتنين واقفين كده عايزين يروحوا العمل ياخدوهم ويجوا في الطريق ياخدوا اللي معاهم، وممكن يضربوهم بالنار، ممكن يضربوهم كده، وممكن ينزلوهم ويمشوهم هم ونصيبهم. اللي بشوفه انا هناك بيحصل. طيب حجم تجارتك هناك قد ايه، او خسائرك هناك قد ايه اللي انت خسرتها؟ يا باشا انا هناك ما عنديش خسائر. يعني هل كان عندك مثلا شاحنات مثلا وفقدتها؟ لا انا ما عنديش لا شاحنات فقدتها ولا عندي خسائر، انا عندي كل حاجتي، لان احنا عرب بدو يعني من عرب المنيا. يعني احنا على اساس اولاد عمنا كلهم، احنا كلنا في ليبيا يعني عرب هناك، ما حدش يقدر يقول علينا مصريه او ليبيين. احنا الاول الجنسيه مصريه، وثانيا احنا واخدين الجنسيه الليبيه. لكن انا ما عنديش حاجه رايحه مني، ولا عند حد من قرايبي حاجه راحت منه. انا قلت لهم اللي عندي هقوله. رجعت ليه؟ مين انا؟ انا برجع هنا يا باشا، بقعد هنا شهرين، بروح ليبيا بقعد لي 15 20 يوم. بلم ايجاري، بلم عندي مشروع كومبراسات ثاني هناك من الناس شغال عليها مصريين. يعني انت راجع فسحة في اولادك تطمن عليهم. انا برجع. يعني انت راجع ليبيا ثاني؟ انا برجع ليبيا يا باشا، ما يعني انا اكذب عليك، ده انا ممكن بكره اركب اروح ليبيا. قانوني. الاوضاع هناك شايفها بالنسبه لك مستقره يعني؟ بالنسبه لي انا مستقره، لكن بالنسبه للمصريه الناس العماله مش مستقره. الناس العماله المصريه اللي بتمشي هناك ما فيش امان عليهم. هل انت معاك الجنسيه المصريه ولا الليبيه؟ انا معايا الجنسيه المصريه. ما خدتش الليبيه؟ لا ما خدتش الليبيه. طب ليه اشمعنى انت تحديدا يعني ما عندكش مشكله والعماله المصريه عندها مشكله؟ وضح لي اكتر. يا باشا احنا اوضح لك اكتر. احنا ناس بدو عرب، يعني زي عرب مطروح كده وعرب السلوم. هناك يعني نص ربع البلد بتاعتنا معاهم الجنسيه الليبيه، وربع البلد بتاعتنا عندهم مزارع وعندهم اراضي وعندهم مشاريع وعندهم كل حاجه. يعني مكاننا احنا يعني سوق زي سوق الاكتوبر كده او سوق العبور، ده لا مؤاخذه مستولين عليه احنا جماعه المنيا. العرب بتاع المنيا دول واخدين حقنا، يعني مش هقول لك مش واخدين حقنا، واخدين حقنا وواخدين وضعنا تمام وواخدين سكننا تمام، ومعانا عربياتنا هناك ومعانا حالنا وامورنا 100 100. لكن انا اللي بشوف في المصريين هنا طبعا ما يلدش على حد، ما ينفعش. تعبانين، مذلولين، ما اللي بشوفه عليهم هناك يعني ما اوضاع غير صحيحه. طب ايه تفسيرك لده؟ يعني اشمعنى المصريين اللي بيتم معاملتهم هناك؟ هم المصري يا باشا. ليه؟ ما اعرفش. المصري الوحيد في ليبيا مكروه. يعني السودان تلقاه برضه لا مؤاخذه ممكن يعاملوه معامله طيبه، ممكن يعاملوه معامله تمام. السوري كذلك، يعني شوف سوريا حصل فيها قد ايه، والدنيا خربانه والناس طفشه من سوريا على مصر ومن مصر على ليبيا. لكن السوري بالنسبه في ليبيا او السوداني او التشادي او التونسي او الجزائري او المغربي له كرامه على المصري. ما اعرفش عدي من القوه بتاعتنا المصريه. ما سالتش نفسك ليه الحكايه؟ عرفت ما مش عارف. مفيش مبرر يعني في تقديري؟ مفيش مبرر يا باشا، مش عارف اصل يعني ايه اللي مخلينا احنا المصريه ملناش كرامه في الدول بره؟ ايه السبب في كده يعني؟ مع ان المصري يعني ممكن انت يعني انا مصري ممكن هناك اروح مش معروف، يعني ده مصري حاجه عاديه عندهم، ماليش مش ضيفي انا. بس يعني خلي بالك التاريخ بيقول ان يعني الشعبين بيحبوا بعض وبيقدروا بعض وبيحترموا بعض، ايه اللي اتغير؟ هل السياسه غيرت؟ يا باشا التاريخ بيقول الشعبين بيحبوا بعض لغايه ما تقوم القيامه. احنا بنحكي على اوضاع اللي موجوده النهارده او الاوضاع اللي حصلت النهارده. او الاوضاع اللي قدام. لكن انت بالنسبه لك مطمن على نفسك؟ لا انا مش خايف على نفسك لو رجعت تاني يحصل لك اي مشاكل؟ لا يا باشا انا مش خايف على نفسي. انت في الامان يعني؟ لا انا الحمد لله في الامان. بقول لك انا في الامان، لان انا لا مؤاخذه عيلته كلها ما تلقاش اربعه هنا كلهم في ليبيا. وكلنا جنب بعضينا وكلنا في مستقرين، ولا مؤاخذه انا بسترزق من ليبيا احسن من مصر. انا بجيب القميص ده من ليبيا، المنطلون ده من ليبيا، جلابيه من ليبيا، لبس عالي من ليبيا، اكل اللي ممكن لا مؤاخذه المكرونه والصلصه والزيت وكل حاجه بجيبها من ليبيا. انت عرفت مؤخرا ان الحكومه المصريه طلعت قرار بمنع سفر العماله الى ليبيا، هتسافر ازاي اذا كانوا هم مانعين العماله؟
انها تسافر ليبيا؟ ما هو الايام دي ما فيش سفر. ما هو قافلين الطيران كله، ما فيش سفر. هتعمل ايه؟ قاعد هنا، ما انا عندي ارض هنا وعندي زرع هنا وعندي عيالي هنا، هم عيالي هنا. هل القرار ده سليم اللي هم اخذوه؟ بالنسبه للايام دي السليم. ليه؟ عشان ما فيش امان. ما فيش امان في ليبيا يا باشا. طيب انا مؤاخذة، انا اعتبرني انا ابنك او اخوك كده، وانا حالتي تعبانه هنا يعني، حالتنا يعني بؤس شويه، او الحاله ما فيش معيشه، المعيشه تعبانه. مش هيهون عليك انت طبعا، انا اقول لك انا اروح ليبيا، اروح جبلاوي، اروح طيران، اروح بري، اروح المهم اروح ليبيا عشان اجيب فلوس. اروح ليبيا اجيب فلوس ليه؟ لان العامل في ليبيا يا باشا ب 50 جنيه ليه؟ ال 50 ليبي دي عامله 250 مصري او 270 مصري. الصنايعي سباك، الصنايعي لياس، الصنايعي بنا، اليوم بتاعه ب 100 جنيه ليبي. لو هو يشتغل يوميات مش هياخد مجاوله كده، اليوم بكام؟ ب 100، ال 100 ب 550. في صنايعي في مصر هنا ياخد 550 جنيه في اليوم. في عامل ياخد 50 جنيه ب 250 جنيه في اليوم. يعني شايفين يا باشا؟ أنا قاعد هنا، لو لاقي عشت هنا قادرها. بقالك كم سنة يعني عامل؟ 15 سنة. 15 سنة. بقالي 15 سنة. والمرحوم أبويا برضه كان في ليبيا، والمرحوم جدي كان في ليبيا، يعني دي مش أنا أول واحد أروح ليبيا. طيب أستاذ محمود، أنت لما رجعت تاني مصر، هل الحكومة عوضتك؟ الحكومة المصرية؟ لا طبعا. ليه؟ هي الحكومة المصرية يعني أوفرت لنا الأمان، رجعنا نزلنا بلدنا تمام، بس كتعويض مادي ما فيش طبعا أي تعويض مادي. أنت بقالك كم سنة كنت هناك في بنغازي؟ حوالي 4 سنين. 4 سنين، رحت ليه؟ رحت العمل. للعمل؟ زي أي مصير. حضرتك خريج إيه؟ أنا خريج فن تجاري. فن تجاري؟ ما فكرتش تشتغل في مصر ولا ما لقيتش فرصة؟ لا والله حضرتك ما فيش فرصة في مصر، يعني مؤهلاتي عالية قاعدة في مصر، فما فيش فرصة كشغل هنا يعني. فده السبب يعني، واي مصير مصري برضه يعني بيحاول بشتى الطرق انه يسافر ليبيا يعني. ليه؟ لنفس الاسباب اللي قالها ولا في اسباب ثانيه؟ بالظبط حضرتك نفس الاسباب. يعني ممكن حضرتك في ناس بتروح اصلا ليبيا تهريب. تهريب؟ يعني في ناس بتروح ليبيا تهريب. تقصد بايه تهريب يعني؟ يعني ممكن معرض يتقتل، ممكن يعرض لاي حاجه، بس هو حابب انه يروح ليبيا عشان الرزق. بالظبط. حتى لو عرض نفسه المخاطر ما فيش مشكله، في ناس كتير بتعرض نفسها المخاطر. انت رحت تهريب ولا رحت بشكل؟ لا رحت رسمي. رسمي؟ رسمي. رحت رسمي. هل بفكر ترجع تاني ليبيا؟ في ظل الاحداث دي طبعا صعب، غياب الامن دي حاجه يعني واضحه في ليبيا، ما فيش امن خالص. فده حاجه صعبه ان الواحد يفكر يرجع يعني، الا اذا استقرت الوضع هناك. هو قال لي نقطه الحقيقه الاستاذ مور، عايز برضه استوضحها منك. ليه العماله المصريه بالذات مستهدفه في ليبيا، رغم ان احنا بنقول ان تاريخ العلاقات بين الشعبين كانت علاقات طيبه؟ ايوه، وحضرتك يعني ده سبب برضه لغز محير شويه تمام، ولذلك انه في علاقه جامده بين السلطه اللي بين الليبيين والمصريين. السبب يعني نحن عندنا احصائيه يمكن بتاع 4 مليون مواطن مصري ليبي عائد. فيعني المفروض يبقى اقرب حاجه للليبيين اللي هم المصريين، ولذلك بنواجه الأسوأ هناك المصريين. طب تطلبي من الحكومه المصريه عشان خاطر يعني الامور تستقر مع ليبيا؟ والله هو حضرتك يعني توفير الامن هناك شويه يعني بالنسبه للعمال المصريه، فمش عارف يعني حضرتك ايه. طب ورغم كل الاجواء الصعبه دي واللي بيحصل للمصريين، لسه في مصريين هناك كتير؟ طبعا في. في قد ايه تقريبا في تقديرك انت؟ تقريبا كده مش اقل من مليون، مليون و200. ما رجعوش ليه؟ مش خايفين؟ اكيد انت ليك اصحاب وحبايب تتكلم معاهم. اكيد طبعا اكيد يعني. في بص حضرتك، في ناس بتعيش في القرى تمام. بتعيش في القرى دايما يعني، يعني نحن هنا كالقاهره تمام، بيبقى دايما القلق في منطقه معينه، الاماكن الحيويه اللي في القاهره. ففي قرى كده في الاطارف بتبقى يعني امنه شويه، ما فيهاش قلق. ففي ناس يعني بتبقى مصدر رزقها في الاماكن دي وبتستقر وبتعيش يعني. في ناس بتشتغل في المزارع برضه، بتقعد ما بتخرجش يعني، ما بتروحش اماكن عامه، ما بتروحش يعني تعرض لحاله خطر. حاله خطر. ناس بتبقى في مزارع، ناس بيبقى شغلها مستقل يعني، ايه في تراكين بعيد عن المشاكل وبعيد عن الناس المتعرضه للخطر اللي في السوق.
اللي قاعدة على الساحات هي اللي متعرضة للخطر. لكن واحد قاعد في مزرعة بالشهرية أو واحد قاعد بنا في حوش واحد بيبني أو قاعد في مكان حكومي أو أي حاجة كده طبعا في أمان. لكن اللي في خطر الناس اللي قاعدة على الساحات دي اللي بيمسكوها مرات كده وبرحلوه مع الجمرك يجيبوهم على طريق البر كده. لكن طبعا مصر انا عاوز اعرف حاجه واحده يعني انا مصري ايه السبب في ليبيا او في اي دوله المصري يعني بحس بنفسي ان ماليش كرامه ايه السبب في كده يا باشا؟ انا بشكركم جدا الاستاذ نور والاستاذ محمود واتمنى ان مسؤول يرد على سؤالك المهم اللي انت قلته امتى هيكون للمصري كرامه؟ كل اللي اقدر اقوله في ختام هذه الحلقه ان العلاقات المصريه الليبيه بين الشعبين علاقات واواصر واخوه ومحبه وصداقه تاريخيه طويله جدا جدا وبانت وظهرت في يعني مش محتاج نتكلم عن التاريخ لان التاريخ حافل بالعلاقات المصريه الليبيه والدم من الاثنين يعني انا واضح متاكد ان هذا الوضع وضع استثنائي لكن اتمنى أن تعود المياه مرة أخرى إن شاء الله. إلى مجاريها إن شاء الله. وأن يعود للمصري كرامته وأن نحافظ على كرامة المصري كما نريد أن نحافظ عليها داخل مصر أن يعامل معاملة كريمة خارج مصر. دي حلقتنا النهاردة بوضوح وأشكركم مرة ثانية وأصبح على خير.